يا بنات، اهلا بيكم في ماي شانل من ميس ميك اب. في الفيديو ده هوريكم حاجة انا جبتها من على امازون، وحرفيا الحاجة دي اللي انا جبتها كان كل تقريبا يعني بنسبة 80 أو 85% من ريفيوهات عليها كانت سلبية جدا، لكن مع ذلك قررت ان انا اجيبها واشوف بنفسي هل هي فعلا وحشة زي ما كل ما الريفيوهات بتقول، ولا مع الناس النادرة اللي كانت في البوست بتاع الايتم ده من الناس اللي هي قالت انها حاجة كويسة وانها فعلا زي الصورة بالظبط وزي ما السيلر كاتب بالظبط. والحاجة دي انا هوريهاكم على موبايل الاول اللي انا جبتها، وهي الايتم دي عبارة عن جهاز بتاع UV light او LED light، هو صن UV وده الاصدار رقم 5، وده انا كنت عايز اجيبه من فترة بس قررت ان انا اخيرا اجيبه يعني، فانا جبته. ودي الصور بتاعة المنتج بيشرح فيها كل حاجة عاملة ازاي، الديسبلاي بتاعها، شكل اللومود، ومكام لمبة من تحت. طبعا اللينك وده شكل الايتم نفسه. طبعا اللينك بتاع السيلر اللي انا اشتريت منه UV light او LED light دي هحطها في الديسكريبشن بوكس تحت لو حابين لو عايزين تجيبوه، مش انا هوريكم دلوقتي هل هو نفس فعلا الايتم زي ما هو حاطط في الصور كده ولا لا. ماشي، دي كل حاجة، ودي العلبة والحاجات اللي المفروض انها بتيجي مع الايتم. جميل، احنا كده خلصنا. دلوقتي بقى نروح ونشوف هل فعلا الايتم زيها ولا لا. تمام، طبعا اوريدي فتحتها واستخدمتها وجربتها قبل ما اقول لكم الريفيو بتاع. دي العلبه زي ما هي موجوده بالظبط نفس الشكل. تمام ماشي، وده منظرها نفس الشكل بالظبط. اوريكم تاني اهي، كل اللي فيها بس انها من جنب مش حمرا، يعني هنا حمرا بس نفس الشكل بتاع العلبه. دلوقتي بقى هندخل جوه ونشوف باقي الحاجات. ماشي، اوريدي انا قلت لكم ان انا فتحتها وشفت فيها ايه. ده الجهاز اهو، هنطلعه سوا. اوكي، وهنا الهواء البتاع بتاعتها و المنيو. اوكي، ده اللي بيجي معاها. طبعا انا هوصلها دلوقتي بالكهرباء علشان هنستخدمها سوا دلوقتي. اوكي، دلوقتي انا وصلته بالكهرباء. ده بقى الايتم او اليوفي لايت اللي طلعها من اوكي، ده الجزء التحتاني بتاعها. انا متهيألي ان انا ابعد شوية الكاميرا اعتقد كده افضل. اوكي، ده الموبايل. ايوه ماشي، دلوقتي زي ما انتوا شايفين ده الجزء التحتاني بتاع اليوفي لايت، ده شكلها من فوق. انا اكون واضحة، ده شكلها من فوق، مكتوب عليها هنا sun 5 اهي. تمام، وهنا زي ما انتوا شايفين بس بحاول اخليكم تشوفوا هنا الزراير بتاعتها. هنا 10 ثواني، 30 ثانية، 60 ثانية، ودي 99 on و off. تمام، دي الزرار بتاعتها، وديت الديسبلاي بتاعها او الديجيتال. وتمام، بتركب المنظر ده على الخلفية بتاعتها. ده منظرها اللي هي ما كان موجودة على العلبة من برا. فهي حرفيا دلوقتي هي كده تمام زي ما السيلر حاطط الصور بتاعتها بالظبط. دلوقتي بقى هنوصلها للكهرباء عشان اوريكم. هو مكتوب انها سنسور، يعني لما تحطي ايديكي فيها بتشتغل، لما تسحبي ايديكي بتطفي. وطبعا ده غير التايمرز الموجوده. اول ما حطيت الكهرباء الاصفار دي ظهرت وبتفضل مشغله كل ما هي موجوده في الكهرباء. دلوقتي هو كان قال في اللي هي المواصفات بتاعتها انها بسنسور، لما تحطي ايديكي جواها بتبتدي تشتغل، لما بسحب ايدي بتتشيل. دلوقتي هنجرب سوا، نورت وبتبتدي تعد بقى الثواني اللي هي فيها هدايا جوا. دلوقتي نشيل،
جرب تاني. شيل كل مرة احط فيها بتاعت ان انا لو اتكيت بقى مثلا 10 ثواني هتفضل منورة 10 ثواني لوحدها. احط ايدي تفضل مكملة لحد ما تخلص التايمر بتاعها وحطيت فيه. طبعا زيها 30 و60 بالنسبة لل99 هي اون واوف، هي كده اصلا كده شغالة لوحدها. تمام كده انا قفلتها، بس دلوقتي بالسنسور. فجميلة جدا 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 جدا، يعني انا كانت دي اول حاجة يعني كذا حاجة وصلت النهاردة، دي اول حاجة انا شفتها، لان طبعا كانت اغلاهم وفي نفس الوقت الريفيو هيت حرفيا اللي كانت على البرودكت ده على الصفحة اللينك بتاع المنتج كانت سيئة للغاية. بس انا قررت ان انا اجيبها اجربها لان كان نفسي فيها من زمان، وده كان اكتر سيلر الناس اشترت منه. لكن في نفس الوقت في ريفيوهات سلبيه كتير، من واضح الناس اللي بتنبسط بالحاجه ما بتدخلش تكتب ريفيو ايجابي، لكن الناس اللي ما بتنبسطش هي بتدخل تكتب اكتر. فعشان كده دايما على امازون مصر بلاقي معظم الريفيوهات سلبيه جدا. ف so far السيلر ده كان honest جدا في الحاجه اللي هو وصلها، الحاجة اللي هو عملها حاططها في الصورة زي ما وصلت لي بالظبط. جهاز جميل جدا جدا فوق الوصف، وانا مبسوطة بيه. اوريدي اصلا استخدمته، عملت اللي هو الفرنش مانيكير ده بيها، وحرفيا انا مبسوطة جدا بالافكت بتاعها، تحفة فوق الوصف. فانا هسيب اللينك بتاعها لو حد حابب ان هو يشتري حاجة، لانها تعتبر سعرها مناسب جدا. ما هيش غالية ب 2000 3000 زي ما بنشوف في الليد لامب على بعض البيجيت او المواقع. وفي نفس الوقت هي تقريبا كان ب 600 جنيه تقريبا او 590 بالظبط، فسعرها مناسب جدا للاستخدام المنزلي لو انت عايزة تعملي ضوافرك. وانا كنت جربتها انها بتنشف المانيكير، ولا مكتوب انها كانت بتنشف المانيكير. جربتها في الفرنش تيب ديت، بس ما كنتش متاكده فما صورتهاش في الفيديو، لكن نشفت لي المانيكير، ودي هتاكد منها بالتجربه اكتر بعدين. لكن هي اساسا يو في لايت وليد لايت الاثنين في بعض، فدي هتعمل كيور لاي حاجه جل بتستخدم يو في او ليد لايت الاثنين في واحد. فمناسبة جدا لأي حد عايز يعمل ايده في البيت، وحكيت اسعارها مناسبة وفي نفس الوقت جميلة. فانا so far انا مبسوطة بالمنتج، delivered حلو جدا. انا اسفة ان الفيديو طويل على منتج لسه انا جايباه، لكن حقيقي معظم الريفيوهات كانت سيئة للغاية، وكانت بتتهم السيلر ان هو مش honest وباعت حاجة مختلفة تماما. لكن انا حبيت اخد التجربة لاني عارفه ان لو بعد كده لو في مشكله هتصل بالامازون وهرجع الحاجه ويرجعوا لي فلوسي تاني. فحبيت ان اخد التجربه، وحبيت ان اصور لكم الحاجه دي يمكن تفيد حد فيكم لو حابين عايزين حاجه زي دي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. طبعا كان عايزه ما تنسوا الكومنت لايك وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم لو حابين الفيديو. ما تنسوش تتابعوني على انستغرام وعلى الفيسبوك، اللينكات دي موجوده في الديسكربشن بوكس تحت. ما تنسوش تضغطوا على الجرس اللي جنب سبسكرايب عشان يوصلك نوتيفيكيشن كل مره ارفع فيها فيديو جديد على القناه. وأشوفكم قريب في الفيديو الجاي. أحبكم كلكم، باي.